نحن اليوم هنا أمام أحد المشاريع العملاقة التي ستخدم محافظة المهرة خاصة واليمن بشكل عام، مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية. فهذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها محافظة المهرة، بالذات في جانب الصحة والجانب الصحي والجانب العام. اليوم نشوف مشاريع عملاقة على الواقع فعل مثل ما وعدوا سابقا، واليوم تأكدنا بأنفسنا ورينا المشاريع الكاملة الموجودة على الواقع. ومثل ما نشوف مثل مدينة الملك سلمان، سواء الجانب التعليمي في الجانب الصحي كامل، واليوم نشوف على الواقع بالضبط مثل ما وعدونا هم من سابقا. اليوم نحن شفنا مشروع حق المستشفى، صراحة يثلج القلب إن مشروع يعني ما هو مستشفى عادي، بل هو مستشفى على مستوى، يمكن على مستوى الجمهورية اليمنية، لن يكون فيه مستشفى عالمي وعلى مواصفات عالمية. والحمد لله كمان المدارس عندنا، حتى في مدرسة حوف في مدرسة نموذجية مثل هذه المدرسة، وفي كل المديريات فيها مدارس، والخير واتي. الكهرباء الحمد لله، في مشروع الكهرباء، في مشروع المياه،